السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أختكم منى الشهري، محاضر في جامعة الطائف قسم العلوم التربوية، وأدرس مرحلة الدكتوراه في جامعة إكستر. أحب في البدء أن أشكر الجمعية العلمية السعودية في جامعة إكستر لكل ما يقومون به من جهود، وأخص بالشكر أختي أستاذة وصال لتنسيق هذه الدورة. وتزامنا مع اليوم العالمي للتطوع، تمنيت من الله أن أقدم لكم محتوى مفيد على شكل فيديوهات مبسطة للاستفادة من خصائص هذا البرنامج. في البدء، هذه محاور الدورة، لكن سنبدأ بتكوين حساب والدخول للبرنامج. قبل أن أتحدث عن عمل حساب، أريد أن أنبه لنقطة مهمة، وهي وجود نسختين من البرنامج. نسخة نقدر نسميها EndNote Basic أو Online، نقدر نستخدمها أونلاين وستكون مجانية. أما النسخة الثانية فهي Desktop، ستكون على سطح المكتب وستكون لابد الاشتراك فيها أو الاشتراك سنوي. فلتوفر وسهولة الوصول للنسخة الأونلاين، ستكون دورتنا أو فيديوهاتي اليوم تتحدث عن طريقة استخدام EndNote Online أو Basic. على العموم، هو حيكون نفس الحساب، اللي عنده حساب اوريدي في الاند نوت يقدر يدخل منه على الاند نوت الاونلاين، يقدر يستفيد من الخدمه الاونلاين، ويقدر يستفيد كذلك من الخدمه الموجوده على الديسكتوب. ننتقل سوا. اند نوت، نختار اند نوت بيسك، نروح الخيار هنا EndNote Online Login، لأني أريدي مسجلة حقي في حسابي Sign Out. بعد اختيارنا حيتظهر لنا هذه الشاشة، حيطلب منا التسجيل أو التسجيل إذا كنا أول مرة ندخل. إذا كنا أول مرة نقدر ندخل من هنا Register، وحنعبي البيانات. حضطر أمسح بياناتي حتى يسمح لي بالدخول. مطلوب إدخال إيميل أدرس، اللي هو الإيميل، وممكن إدخال أي إيميل خاص أو جامعي. باسورد، وإعادة إدخال الباسورد، مطلوب حرف كبير، أقل شيء على الأقل واحد حرف كبير، حرف أقصد حرف كبير وحرف صغير، أقصد أبر كيس and lower case، capital and small اسمي، وكذلك إدخال الاسم الأول والاسم الأخير. بعد ما نختار خيار ريجستر، حنلقى أرسل لنا، حيكون الرسل لإيميلنا، حنلقى فيه رسالة في الإيميل من البرنامج يطلب منا activate، click here to activate. بعد الضغط على activation حنلاقي إنه أصبحنا قادرين على الدخول على البرنامج. ستظهر لنا واجهة البرنامج، هذه هي واجهة البرنامج. أنا هنا موجود عندي references وموجود في groups، لكن إذا كان أحد أول مرة يدخل حيكون references zero وما حيكون عنده كذلك groups. حنروح لخيار download، حنختار من خيار داونلود Site While You Write. هالخيار مهم لأنه حيربط لنا الإند نوت بالمحرك البحث، وكذلك سيربط لنا الإند نوت بالمايكروسوفت أوفيس، برامج مايكروسوفت أوفيس اللي نستخدمها مثل الوورد والباوربوينت أتسترا. حنختار داونلود ويندوز إذا كنا نستخدم كمبيوتر ويندوز، وحنستخدم أو حنختار داونلود ماكنتوش إذا كنا نستخدم أحد بكمبيوترات أبل. حختار أول خيار. بعد اختياري للخيار، حيطلب مني إتمام الخطوات. أريد التنبيه لنقطة مهمة، إنه لازم نقفل كل برامج المايكروسوفت أوفيس إذا كانت موجودة في الخلفية مثل الوورد،
PowerPoint, Excel, Access. كذلك إذا كنا فاتحين Internet Explorer, we should close everything down. So حقفل هنا مؤقت. بعدين نقدر نقول next, next, next. حتى يتم تحميل البرنامج successfully. بعدين finish. كذا تحمل وربط لنا الآن حيتم ربط البرنامج محرك البحث بالبرنامج بالإند نوت بالمايكروسوفت أوفيس. في خيار مهم كذلك في السايت while you write, في هنا خيار اسمه capture. أنا من أول ما حملته هحذفه, سوي له ديليت عشان أحمله معاكم مرة ثانية. هذا الشريط اللي يظهر لكم هنا هذا اسمه bookmarks bar I think. yeah. نقدر نروح من هنا الخيار ثلاثة نقاط نضغط, حنروح للبوكماركس, نقدر نلغي شو حتروح. إذا إحنا حابين نشوف البوكماركس اللي هي الأكثر مواقع اللي نستخدمها أو نعود لها ظهرت, حنجي على الكابشر ريفرنس. حتلاحظوا إنه الفارة تغيرت صارت على شكلين. حنضغط باليسار على الفارة باليسار ونعلق ونمشي أندراجت يعني اسحبه. حنلاحظ بعد السحب وإنه لما نيجي عند الخط هذا البار هذا حيتحول إلى شكل علامة بلس بيضة, نقدر وقتها نتركه فحنلاقي تثبت لدينا في شريط البوك ماركس اللي هي أكثر المواقع اللي نستخدمها أو اللي نعود لها. كيفية استخدام الكابشر ريفرنس وليش نحتاجه حشرحها لاحقا, يعني الآن أنا أتكلم بس عن طريقة التحميل واستخدام البرنامج. حنروح حوريكم كيف صار الوورد. حنلاحظ الوورد أنضاف لنا خيار فوق من الخيارات اللي هو هذا خيار الإند نوت. لما نجي ندخل حيطلب منا الإيميل أدرس اللي سجلنا فيه قبل دقائق في الإند نوت, ويطلب الباسورد. عشان النسخة هي أونلاين فعشان يصل إليها. كذلك في بعض الأحيان يكون عندنا أكثر من نسخة وأكثر من أكاونت, فلما نفتح أي ملف حيطلب منا البيانات عشان يتأكد إن إحنا نبغى نوصل لنفس هذا الحساب ونفس هذه المكتبة أو مكتبة المصادر أو المراجع, لأن إحنا حنجمعها عند حتصير زي اللايبرري. أنا كتبت خطأ. خلاص الآن البرنامج شغال ونقدر نضيف منه أي ريفرنس. حشرح باقي الخطوات في الفيديوهات التالية.